الحمد لله اليوم حنا نتواجدوا في معرض الفرس، والمكان هو معرض الفرس والزمان هو تسليم الجوائز. والحمد لله بفضل الله ونعمة الله سبحانه وتعالى تمكننا من احتلال الرتبة الأولى، والحمد لله ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تعاود بحال هذه المنافسات. والحمد لله كل شيء أطوار فات المستوى، لا من أي تنظيم ولا من أي لقاء، المهم جميع الميادين الناس مهتمين والله يجعل البركة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون جائزة نحتلوها أيام وأيام، ونطلبوا لحفظ الله كاع الخيول والفرسان الناس اللي جاوا شاركوا، ونتقدموا بالشكر للجهة الشرقية اللي ساهمت معنا وجميع الناس اللي ساهموا معنا من قريب ولا من بعيد في هذا انجاح التظاهره. ونشكر الجمهور المغربي اللي تعاطف معنا من البدايه من المباراه بين جهه فاس والمباراه الجاويه في وجده وبوزنيقه وفي دار السلام وبوزنيقه، وتعاطف معنا الجمهور الجديده، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى ينصر امين من المؤمنين وسائر الاسره الملكيه ومولاي عبد الله الناس اللي كيسهروا على تنظيم التظاهرات وانجاح الاعراس الرياضيه الكبيره. المشاركه من اليوم الثاني عرفنا احنا باللي غادي نحتلوا المرتبه الاولى بفضل هاد الناس الفرسان اللي كما تشوف، كان عرفنا باللي غادي نحتلوا هذه المرتبه، والحمد لله هذاك الشيء اللي نويناه عند الله سبحانه وتعالى لقيناه. الرساله ديالي للناس اللي كيديروا التوران، نتمنى لهم الله سبحانه وتعالى التوفيق ويتهلا ويطلبوا الله وما يكون غير خير ان شاء الله. الشعور ديالنا كشعور اي فائز، والشعور ديال الفائز اي واحد فاز كيشعر بواحد الشعور واحد الفرحه ما عندها مثيل. حنا الفرحه ديالنا والفرحه ديال الفرقه، وجابت واحد الانتصار بعد مجهودات كبيره، وكانت دائما كتنتظر هذا التتويج اللي كانت دائما كتوصل في الاقصائيات في دار السلام وفي جديده الى النهائيات ديال هذه المباريات هادو. واليوم كتب الله باش تشد المرتبه الثانيه، كانت بامكانها تشد المرتبه الاولى، ولكن واحد المكيحله دائما كاين الخالد شويه من هنا ومن هنا. ولكن كنهني جميع الفائزين، ونهني هذا الجمهور اللي كيحج هذا المعرض، ونهني جميع الجمهور ديالي في جميع المملكه، وانتم على راسهم اسيدي، كل واحد كاين في مدينته، وكنهني جميع الناس اللي سهروا على هذا العرس. حنا كنا كنتمناو الفوز ديال الرتبه الاولى، ولكن ما كانتش من النصيب ديالنا، احتلنا على المركز الثالث. المشاركه اخويا كانت مشاركه قويه، وكانت مشاركه كبيره بزاف، كانوا صرف في المستوى غادي تبارك الله في واحد ديال واحد الازدهار مرتفع بزاف، ومازال ان شاء الله غنعطيو الجديد، وحنا باقين من حدنا باقين حيين، راه غنبقاو كل عام نعطيو للجمهور واش اللي بغاو الجديد ديما. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.